هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوموا طاعة للرحمن، صوموا طاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين. السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كيف كنتم مع الصيام؟ الله يتقبل منا جميعا إن شاء الله. يلا اليوم حبيبي عندي لكم أفكار جميلة جدا وغادي تعجبكم. هو أنه من فواكه عندنا قلال، بعض المرات كتبقى لنا غير بنانة وحدة، جوج تفاحات، لتشينا شي حاجة، وكنبقاو تعرفين شنو غادي نديرو بهم. اليوم عندي لكم ثلاثة ديال الأفكار بحاجة قليلة إن شاء الله. غادي نديرو طارت أو فخوي، يعني طارطة بالفواكه، وغادي نديرو عصير بالفواكه، وغادي نديرو سلطة الفواكه غير بالفواكه اللي عندنا قلالين. غادي تتبعوا معايا المراحل والطريقة ان شاء الله، وكنتمنى انها تعجبكم هذه الفكرة هذه، وتقولوا لي في التعليق ديالكم كيف جاتكم هذه الفكرة هذه. يلا حبيبي كيف ما كتشوفوا الفواكه اللي عندي، عندي جوج ديال المنداري، كاين اللي كيقولوا كليمونتين، وعندي الخوخ عندي جوج، وعندي المشماش عندي جوج، هذا الخوخ وهذا المشماش، وهذا الكيوي عندي جوج، عندي شويه ديال العنب، وعندي بنانة، وعندي شويه ديال الفريز، عندي ليمونه حامضه اللي غادي نستعملها كعصير الفواكه باش ما تاكسدش، دائما كنديرها باش كتحافظ على اللون ديالها. وعندي هنا واحد البطيخه صغيره، حتى هي غادي نستعملها لانها صغيره، راه كتبان في الكاميرا شويه كبيره ولكن صغيره صغيره، قلت علاش لا ما نستعملهاش حتى هي، يعني نستفد منها حتى هي ووليداتي ياكلوها. هذه البنات العجينه اللي بقات لي من لي طارتوليت ديال الفرومبواز ديال التوت الاحمر اللي كنت درت، اللي بغى الطريقه يرجع للفيديو ديال طورطات صغار ديال التوت الاحمر. كيجينا صعيبه ملي كنكون نقول كلشي بالعربيه البنات، تماك راه عندكم الوصفه ديالها وديال لاكريم حتى هو راه فيها تماك. مع انني كنت دايرها في الثلاجه راكم عارفين غادي تكون قاصحه العجينه ديالها، لان مع الزبده كتقصح بزاف، غادي تخليوها على الاقل واحد الساعه ملي جبدوها من الثلاجه باش تاخذ حراره المطبخ، ولكن انا جبدتها وما كانش عندي الوقت باش نخليها مده طويله، عذباتني ملي كنت باغيه باش نسرحها. ها انتما كيف شفتوا البنات، غادي نبدا باش نسرحها، غادي نخليها دائما في الكيس كما قلت لكم هذيك المره البنات، ملي تبغيو تسرحوا العجينه ديال الصابلي باش ما تفرتش وباش ما تلصق لكمش، دائما ديروا لها البلاستيك احسن طريقه. كيف كتشوفوا البنات انا ما خليتهاش باش حتى تاخذ حراره المطبخ، كنت مزروبه يعني كنت مستعجله باش نسرحها، عذبتني شويه ولكن في الاخر قدرت انني نسرحها. هانتوما البنات صافي سرحتها، هانتوما كي كيبان لكم السمك ديالها، يعني بحال اللي كنكونو كنشريو من المحلات، ما هي رقيقه ما هي غليظه، يعني هكذا باش كتجينا ما غليظه ما رقيقه. صافي البنات دابا غادي نديرها في الصحن ديال الفران، دائما الجهه التحتانيه كنديروها هي الفوقانيه باش ما كتلصق لكمش، واخا انه هذا النوع ما كيلصقش ولكن من باب الاحتياط. صافي البنات غادي نسرحها هنا ونقادها مزيان ونرجع معكم. صافي البنات هانتوما كتشوفوا لبستها في القالب مزيان، دابا غادي نتقبوها كيف العاده،
اي حاجه كانت تقبوا بها بالموس بالفرشيطه شنو ما كان عندكم اي حاجه غادي نثقبها مزيان صافي وغادي ندخلها للفران ملي غتخرج ان شاء الله غادي نبدا معكم الكريم. الكريم البنات راكم عارفين الكريم غادي ترجعوا للفيديو اللي قبل من هذا اللي فيه لي طارتوليت راه فيه حتى هو القياس يعني المقادير والطريقه ديال الكريم بلا ما نعاودها لكم في هذا الفيديو هذا غادي تمشيو لتم غادي تلقاو كلشي ديال العجينه ديال هادي د لاباط صابلي وغادي تلقاو ديال الكريم باتيسير الوغ ما نحتاجش عاد باش نولي نعاود لكم في هذا الفيديو هذا يلاه بقاو معايا حبايبي. دابا البنات كيف ما كتشوفوا الوقت اللي غادي نطيب فيه لاباط انا غادي نقطع الفواكه ديالي غنقطعهم على الشكل اللي غادي نبغي باش نديكوري بهم لا طارت. غادي نص ناخذ نص ديال الحامض غادي نعصرو لان هاد الليمون الحامض هو اللي كيخلي الفواكه كتحافظ على اللون ديالها وما كتاكسدش وتغير اللون. وغادي ندير كاس ديال الماء هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال السكر انا غادي ندير السكر هذاك البني تقدو نتوما الا ما كانش عندكم هذا البني تقدو ديروا الاخر الابيض باش كينقص من الحموضيه ديال الحامض. البنات ملي كنت كنقطع الفواكه فكرت انني نشارك معكم هذه حتى بديت وليت قلت علاش ما نوريهاش البنات شتي هذه البنات اللي كنكونوا كنقطعوا بها بعض المرات كنخوي بها الجزر والفلفله ماشي الفلفله عفوا بطاطا ولا شي حاجه ها نتوما هذه انا كنستعملها ملي كنكون باغا نصوب بحال دابا البطيخ او الدلاح كتجي عمليه زوينه كتحيد لي الله ديك الزريعه هاك ها نتوما البنات كتعطيك هذا الشكل هاك يعني تقدري ديريها لسلطة دو فوي يعني السلطه ديال الفواكه او كتزيني بها لاطارت ديالك ولا شي حاجه. قلت علاش ما نوريهاش البنات لان شحال من وحده غتكون عندها ولكن غتستعملها غير الخضر لا بالعكس كنستعملوها حتى الفواكه هانت شتوها كتجي مقطعه هكذايا كتجي زوينه هانت شتوها البنات وهادي كتجي زوينه هكذايا. قلت علاش ما نشاركهاش مع البنات يلا نكمل الفواكه ديالي وتقدروا تستعملوها الا بغيتوا حتى بحال دابا الفريز البنات حتى هو غادي ناخذ لكم نوريكم ديال الفريز هادو غادي يجوني بغي نخليهم ناخذ وحده صغيره ها انت بحال دابا هكذا هي الفريز كتكوني باغيه تبدلي المنظر ديال السلطه ديالك شفتوها البنات كي كتجي. يلا نكمل الفواكه ديالي ونرجع معكم. صافي البنات لاباط ديالنا هي دي وجدات طابت الحمد لله. هنا البطيخ اللي كنت كنقطع هنا الفريز غادي نخليه حتى الوقت اللي كنكون كنزوق لاطارت ديالي عاد غادي نقطعو. هنا هادو الفواكه اللي غادي ندير اللي صلحوا لي باش نقطعهم وكنعرفهم انهم كيشدوا مده طويله راني قطعتهم واللي عارفوهم بانه خاصهم حتى الوقت اللي نكون كنزوق عاد نقطعهم راني غادي نخليهم حتى الوقت اللي غادي نقطعهم. بالنسبه للحوايج اللي كيشيطوا لي ملي كنكون كنقطع دايره طبيصل هنا حدايا الحاجه اللي لاقت لي باش نديرها في السلطه ديال الفواكه كنقطعها ندير هنا واللي شتا انها ما تليقليش يعني ملي كنقطع بحال دابا بزاف وما تليقليش نقطعها للسلطه عفوا للسلطه ديال الفواكه كنشدها كنديرها في هذا في الكاس ديال العصير وغادي نعصر التشين في الاخر وغادي نديرو عليه وهكذا عندي ثلاثة العصافير بحجرة واحدة. غادي نحط لاطارت وسلطة ديال الفواكه والعصير ديال الفواكه يعني علاش بغيت انا نبين هادو بثلاثة بهم كاين شي وحدة كتشوف طبلة مزوقة عامرة كتقولك كيفاش باش غادي تعمري هذيك الطبلة هذيك كاملة يعني خاصك بزاف الفلوس خاصك بزاف ديال الحاجة لا بالعكس تقدري انك ديري جوج حبات ديال الكيوي جوج ديال التشين جوج من هادي جوج من هادي جوج من هادي
يعني الفريز واحد الخمسة الحبات ولا ستة، يعني كل حاجة شوية، وتقدي انك تنظمي المائدة ديالك باقل هي حاجة، وتقدي تصوبي ثلاثة ديال الحويجات وتعمري الطبلة ديالك هكذاك. ملي كتكون عاوتاني في المعجنات، عجينة واحدة تقدي تخرجي منها اشكال واشكال وتعمري الطبلة ديالك، ويكون الخير والبركة. يعني البنات بنات خو تعقدوا ملي نشوفوا شي طبلة معمرة واشكال والوان، راها كتكون بابسط حاجة نقدروا نديروا حوايج كبارين. يلا ما نرجع باش ما نطولش عليكم. دابا صافي كلشي، غادي ندير لا كريم باتيسير هنايا وغادي ندخلها للثلاجة حتى تبرد مزيان، عاد نزوق بالفواكه ان شاء الله. صافي البنات دابا خرجتها من الثلاجه، راني بالكم واحد نقيطات كحل، هذوك لحقاش درت انا في هذا، درت فيه داك الفاني اللي كيكون عويدات هو اللي درت فيه باش كتجي النكهه ديالو مجهده. دابا غادي نبداو ان شاء الله التزيين. كتشوفوا البنات صافي انا ساليتها، دابا غنوجد لها الناباج باش غادي نلمعها من الفوق، ضروري داك الناباج. هانتوما لي زوائد كلهم درتهم للسلطه دو فوي، والاخر العصير، ومازال عندي الاخرين اللي مازال ما مقطعينش او غير صوصه، حتى هما غنقطعهم وغادي نزيدهم. البنات داك الماء اللي كنت دايره فيه الفواكه مقطعه، هذاك الماء هو اللي غادي نزيد عليه شويه السكر اللي درت في الاول، اللي درت فيه السكر ودرت فيه الحامض، هذاك غادي نزيد عليه شويه ديال السكر، وغادي نديرو يطيب فوق النار مهيله الى حتى يتقال وكيولي بحال الناباج، به غادي ندهن لاطارت ديالي. يلا خليكم معايا. صافي البنات دابا غادي ندير لها الناباج، ها هو اللي قلت لكم صوبت، غادي نسقيها كامله، غادي ندهنها، يعني غادي ندهنها كامله وغادي نرجع معكم للتقديم نوريكم شنو دايره حداها. العجينه اللي بقات حتى هي استغليتها ودرت واحد الطاقه ولات صغيره، يعني دائما شعارنا لا للتبذير، حتى حاجه ما تضيع. صافي حبيبه غادي نكمل. صافي هذه هي الخطوه الاخيره، العصير وجدتو، كل شيء وجدتو، غادي ندهن هاد اللي فخوي ديالنا هاد لاطارت ونرجع معكم. ها انتم البنات صافي الطارطة ديالنا سالات، ها انتم البنات كتشوفوا كيف جات الالوان متناسقه وغزاله. سلطة الفواكه، سلطة فخويها هي دي، درتها في وسط التلاحة، وهذه صغيت توتة صغيرة العجينة اللي بقات لنا درتها هكذا على هذا الشكل. هنا عندي سلطة الفواكه قدمت على هذا الشكل هكذايا، واللي بغى يزيد كيزيد من الاخرى. وهنا عندي العصير اللي مخلط ديال الفواكه كلها، زدت له التشين، هانتوما البنات كيف كتشوفوه. وهنا السلطه ديالي درتها في التلاح كما قلت لكم، وهنا عندي العصير ديال الفراوله، العصير ديال الفراوله والتلاح، يعني البطيخ لا التلاح والفريز، هو الفراوله كتخلط لي ملي كنبغي نترجمها، هي الفراوله والبطيخ الاحمر. صافي انا جبتها دابا عاديه هذيك. صافي البنات هادو هما الفواكه ديالي، قدرت انني نخرج منهم جوج ديال الانواع ديال العصير وسلطه الفواكه والطارطه ديالي.
طاقتو خوي. شكرا لكم حبيبي، كنتمنى انها تكون عجبتكم هذه الفكره هذه هذه. خليوا لي تعاليق ديالكم وقول لي واش فكره زوينه انها من حاجه قليله نقدروا نديروا حاجه كثيره. شكرا لكم حبايبي على حسن المتابعه ديالكم، كنشكركم على اللايكات ديالكم، كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى كل حاجه كديروها ليا، كنشكركم بزاف. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وصحه فطوركم.